السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. وطبعا يا شباب، مقطعنا اليوم شرح تحديات الأسبوع الخامس، بس قبل ما نبلش المقطع يا شباب، أتمنى من كل شخص فيكم يشوف المقطع ومش مشترك في القناة، أتمنى إنه يشترك وفعل زر الجرس حتى نقدر نوصل 200 ألف مشترك عن قريب، وربي يسعدكم على كل شيء، ويلا نبلش. ونبلش مقطعنا يا شباب، وطبعا كالعادة وصلتني صورة مسربة، طبعا هذه التحديات اللي راح تنزل يوم الخميس، طبعا هذه صورة مسربة عنهم. طبعا شباب، ممكن من هون ليوم الخميس يتغير تحدي أو تحديان من هذه التحديات، تمام؟ فإذا أنت كنت تشوف هذا المقطع يوم الخميس وكان في أشياء تغيرت، فأنا يوم الخميس راح أكون منزل مقطع ثاني، وراح أحط رابط المقطع الثاني بالوصف داخل هذا المقطع، فشيك على الوصف لهذا المقطع إذا كنت تشوفه يوم الخميس، تمام؟ وخلونا نبلش. اول تحدي يا شباب، مطلوب منك انك تسجل سرعة بالسيارة 25 او اكثر بخمس اماكن او خمس اشارات مختلفة. طبعا اشارات ما بعرف شو هن لسه شباب، طبعا ممكن ينزلوا من هون ليوم الخميس اشارات رادار مثلا انها تقيس السرعة لما تمشي من عندها، او ممكن انهم يحطوا عداد مثل لعبة ببجي، عداد سرعة يكون على الشاشة عندك لما تركب سيارة ووريك السرعة اللي انت ماشي فيها. فاذا كان العداد، اذا كان الموضوع موضوع عداد، فلازم انك انت تمشي سرعة 25 وبين على العداد انك ماشي 25، تمام؟ ممكن ما يكون هيك، ممكن يكون انهم راح يضيفوا اشارات، والاشارات هذه لازم تمشي من عندها وبسرعة 25 خمس مرات مختلفة. وطبعا التحدي هذا الاول لسه مش معروف صراحة كيف يعني راح تكون الاشارات، فخلينا ليوم الخميس راح نعرف اكثر. وننتقل للتحدي الثاني، مطلوب منك انك تقفز انت والسيارة داخل حلقة النار. طبعا هذه الحلقة شباب كلكم تعرفوها، والتحدي هذا تكرر علينا. طبعا شباب تكون هون في حلقه لكن ما هي موجوده، يوم الخميس راح يضيفوها. طبعا حلقه مثل ما تشوفوا قدامكم بالصوره، وطبعا هذا التحدي تكرر وصار قبل فتره بالسيزون الرابع اتوقع او الخامس وسويناه، فممكن هذا التحدي يتغير. والتحدي الثالث، مطلوب منك تدمج 200 دمج بالتكتيكال، شاتجن تكتيكال، تمام؟ طبعا هذا هو الشاتجن، مطلوب منك تدمج 200 دمج، وممكن التحدي هذا يكون عباره عن مراحل، وهذه اول مرحله، وممكن تكون المرحله الثانيه مثلا بالبامب، والمرحله الثالثه بالهيفي، فهمتوا كيف؟ فممكن يكون مراحل وممكن لا. وننتقل للتحدي الرابع، مطلوب منك انك تفنش اثنين على مسافة اقل من 5 متر، تمام؟ تقدر تعمله نوك داون او تبطح من بعيد بأي سلاح، اهم شيء لما تيجي تفنشه لازم تكون قريب منه مسافة 5 متر، تمام؟ اعتبروا الشجرة واحد ضدي وانا بطوخ عليه، يعني باجي على نفس المسافة هذه انا بينه وبين الشجرة، وبحاول افنشه من هذه المسافة عشان يكون اقرب من 5 متر. وننتقل للتحدي الخامس، مطلوب منك تدمج 500 دمج بأسلحة الاس ام جي، تمام؟ طبعا اسلحه الاس ام جي هم سلاحين حاليا باللعبه اللي تشوفوه قدامكم، والسلاح اللي حطيت صورته على اليمين، طبعا السلاح الاس ام جي العادي والكومبات اس ام جي، هذول دمج فيهم 500 دمج وتخلص التحدي الخامس. التحدي السادس، مطلوب منك تذبح اثنين بالميني جان. طبعا هذا الميني جان اللي تشوفوه قدامكم لازم تفنشوا اثنين فيه، يعني تقدر تعمل له نوك داون او تبطحه باي سلاح ثاني، اهم شيء تفنشوا بالميني جان اللي تشوفوه قدامكم، مطلوب منك تفنش اثنين. والتحدي السابع والاخير، مطلوب منك انك تدمج 200 دمج بستاندر بيستول اللي هو المسدس العادي. طبعا هذا التحدي راح يكون مراحل، وهذه اول مرحله. طبعا المرحله الثالثه ما مش معروفه باي سلاح راح تكون، بس راح تكون مسدسات. طبعا باللعبه كلها هم 4 مسدسات، اول مرحله سوينا بواحد اللي هو ستاندر بيستول، وهون 3 مسدسات، لازم تكون المرحله الثانيه والثالثه منهم. يعني المرحله الثانيه احتمال تكون واحد من هذول الثلاث، يعني ممكن تكون الكاتم او الهاند كانون او الدبل بيستول، والمرحله الثالثه راح تكون واحد من هذول الثلاث، تمام؟ فهمتوا فكره التحدي؟ يعني كل مرحله تستخدم مسدس معين بيطلبوه منك. وبس شباب، هيك بكون شرحت كل التحديات. اذا في تحدي ما فهمتوه اكتبوا لي بالتعليقات راح اساعدكم. وبس يلا شباب، اتمنى ان تنسون من اللايك، واتمنى اذا ما كنتم مشتركين بالقناه انكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس حتى نوصل 200 الف مشترك عن قريب، وربي يسعدكم على كل شيء. مع السلامه. We'll be right back.